مساحة للمناقشة. في معلومة تداولوها من سنة 2005، ناس صدقوها وناس ما صدقوها، لكن اللي قال هالمعلومة إنسان إحنا جدا نثق في تنبؤاته، الدكتور المرحوم صالح العياري. في مقالة صحفية نزلت في جريدة الوطن سنة 2005، قال الدكتور صالح العياري إن سنة 2024 راح تصير أزمة مياه، فحرب، فعودة إلى العصر الحجري. شلون تنبأ بهذا الشيء؟ في ناس قالوا إنه بسبب الحرب اللي قاعدة تصير الحين، فهذه كانت تنبؤات الدكتور صالح العياري. لكن الدكتور صالح العياري عالم فلك، فشلون راح يعرف إنه في حرب راح تصير؟ هو ما يعلم الغيب، هو قاعد يتنبأ من تغيرات فلكية صارت وبتصير في سنة 2024. حدث كبير راح يصير في شهر 4 من هالسنة، اللي هو الانفجار الشمسي. A powerful solar flare erupted from the sun. وراح يصير قبلها توهج كبير. التوهج هو أول انفجار قوي للشمس في دورتها الشمسية. إذا صار الانفجار الشمسي، علماء الفلك يقولون إن الموجات الكهرومغناطيسية اللي راح تطلع منها الانفجار الشمسي راح توصل الأرض وراح تأثر على وايد أشياء. Causing radio blackouts across North America. من الأشياء اللي راح تأثر عليها راح ينقطع الإنترنت تماماً، لأن كياب الإنترنت تحت البحر جداً ضعيفة وما راح تتحمل هالموجات الكبيرة اللي جاية من الشمس. The flare caused radio communications to be disrupted. والشيء الثاني الكبير اللي راح يصير انقطاع الكهرباء تماماً. وإذا انقطعت الكهرباء يعني مولدات الماي راح توقف، راح يصير ندرة للماء مثل ما تنبأ العالم الفلكي المرحوم الدكتور صالح العياري. راح يصير أزمة مياه، أزمة بترول، ما في تكنولوجيا، ما في انترنت، ما في كهرباء. لو فعلا صار هالانفجار الشمسي وموجات الكهرومغناطيسية وصلت للكرة الأرضية هالسنة. Radio blackouts affected amateur radio operators, air traffic controllers, and GPS users across the US. لو لا سمح الله صار هذا الانفجار الشمسي وكان موجه للأرض وصلت موجات الكهرومغناطيسية من هذا الانفجار إلى الأرض، راح فعلا مثل ما قال الدكتور صالح العياري الله يرحمه نرجع إلى العصر الحجري. لكن الخبر الحلو أنه هي راح تكون فترة إلى أن يصلحون كيبلات الانترنت وإلى ترجع الكهرباء، وراح ناخذ وقت عشان ترجع حياتنا طبيعية. نقدر نقول مثل اللي صار في كورونا لكن أصعب شوي. صارت انفجارات شمسية كثيرة في السنين اللي طافت، لكن أقصى قوة الانفجار الشمسي اللي صار كانت قوته 2.8. An X1.5 flare can emit energy equivalent to billions of hydrogen bombs. والعلماء تنبؤوا أن الانفجار الشمسي اللي راح يصير هالسنة في شهر أبريل القادم قوته 5، يعني دبل قوة أقوى انفجار في السنين اللي طافت. فالتفسير الوحيد اللي لقيته لكلام دكتورنا صالح العياري لسنة 2024 العودة إلى العصر الحجري هو الانفجار الشمسي. صارت أزمة مياه، الموجات الكهرومغناطيسية وصلت إلى الكرة الأرضية، ما في انترنت، ما في كهرباء، ما في بنزين، ما في وسائل تنقل، ما في غاز نقدر نطبخ عليه، فرح نرجع نطبخ بالأساليب التقليدية أو الأساليب بالعصر الحجري. وليش قال عالمنا القدير الدكتور المرحوم صالح العياري أنه راح تصير حرب بعد أزمة المياه؟ إذا ما في كهرباء وما في ماء وما في تكنولوجيا، بعض الشعوب اللي ما عندها مخزون كفاية من الغذاء والماء، عوائلها راح تبدي تخزن الأكل والماء في بيوتها، فرح تصير حرب بين العوائل. الله يستر، الله يحفظ الجميع.